Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحان. You're watching Learn English with Mr. طلحان. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في جرامر الخاص بالوحدة الستة واللي بيكلم لي عن Transitive Verbs يعني الأفعال المتعدية. طبعا لما أسمع الكلمة دي لازم أسأل نفسي يعني إيه فعل متعدي؟ Transitive Verb أو الفعل المتعدي هو الفعل اللي لا يكتمل معنى الجملة إلا بإضافة مفعول، يعني ما ينفعش يقف لوحده ويديني معنى كامل. For example، على سبيل المثال لما أجي أقول لك أحمد بوط، لو أنا وقفت هنا وقلت أحمد بوط أحمد اشترى، هتسأل نفسك هو اشترى إيه؟ إذن المعنى غير كامل. لو أنا قلت أحمد بوط بس هنا المعنى مش كامل، لأني لازم هسأل نفسي وهيبقى فيه سؤال هو اشترى إيه؟ أما لو قلت أحمد بوط بريزنت، يعني أحمد اشترى هدية، هنا هتقول آه كده اكتمل المعنى، كده أنا فهمت الجملة إن أحمد اشترى هدية. فإذا كان الفعل من غير مفعول ما يدينيش معنى، وإذا أضفت مفعول بيديني معنى، بقول على الفعل ده transitive verb يعني فعل متعدي. تعال بقى نشوف الجملة التانية. أحمد bought a present for his mother، يعني أحمد اشترى هدية لمامته. هنا هقول إن الفعل ما تعداش لمفعول واحد بس، ولكن تعدى لمفعولين اتنين. تاني، الفعل هنا تعدى لمفعولين اتنين، اذا الجملة اصبح فيها مفعولين اتنين مش مفعول واحد. وهنا لازم اعرف ان اذا كان في الجملة مفعولين هيبقى فيه واحد direct يعني واحد مباشر، والتاني indirect يعني غير مباشر. طب يا مستر مهنا كده مش هعرف مين المباشر ومين الغير مباشر. هقول لك لا، الموضوع بسيط جدا. انا هعرف المفعول المباشر لان هو المفعول اللي انا بسأل عنه دايما بكلمة what، ماذا. يعني لما اقول لك what did احمد buy، يعني لما اقول لك ماذا اشترى احمد، هتقول لي احمد bought a present، يعني احمد اشترى هدية. فهقول لك ان present هنا هقول عليه direct object يعني مفعول مباشر. تاني، المفعول اللي انا هسأل عنه بكلمة what هو ده المفعول المباشر. يبقى لما اقول what did احمد باي، ماذا اشترى احمد، هتقول لي احمد بوت ا بريزنت، يبقى البريزنت ده هو الدايركت اوبجكت، هو المفعول المباشر. طب امال مين المفعول الغير مباشر؟ قال لك المفعول الغير مباشر هو المفعول اللي انا هسال عنه بتو هوم اور فور هوم، يعني لمين الفعل ده تم. يبقى لما اجي اقول لك فور هوم ديد احمد باي ذا بريزنت، لمين اشترى احمد الهديه، هتقول لي هي بوت ا بريزنت فور هيز ماذر، يعني اشترى الهدية لمامته. هقول لك يبقى his mother دي هي المفعول الغير مباشر او ال indirect object يعني المفعول الغير مباشر. تاني، يبقى انا عندي هنا المفعولين، مفعول مباشر direct وده بسأل عنه بكلمة what، ومفعول غير مباشر وده بسأل عنه بكلمة for whom or to whom. يبقى عندي احمد بوت بريزنت فور هيز ماذر، حول على بريزنت مفعول مباشر، وحول على هيز ماذر مفعول غير مباشر. طيب الفكره بقى في الدرس بتاعنا ده كله هو ازاي ابدل المفعولين، يعني امتى اجيب المفعول المباشر الاول وامتى اجيب المفعول الغير مباشر، او امتى اجيب المفعول الغير مباشر الاول وبعدين المفعول المباشر، وهل هيتغير الشكل ولا لا. قال لي ايوه هنا بيتغير شكل الجمله اذا جبت المفعول المباشر الاول او المفعول غير المباشر الاول. قال لك ان المفعول المباشر كده كده ما يجيش قبله ابدا حرف جر، يعني في الجمله دي احمد bought a present for his mother، لو انا شفت حرف الجر جاي قبل مين، هلاقيه جاي قبل المفعول الغير مباشر اللي هو his mother. تاني his mother. طيب تعال نشوف الجمله الثانيه. احمد bought his mother present، احمد اشترى لمامته ليه. هي نفس الجمله، ولكن لاحظ ان المفعول الغير مباشر اللي هو his mother جه بعد الفعل مباشره وبعدين جه المفعول المباشر. قال لك طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان اتلغت فور، ما لقيتش فور، فور راحت. فقال لك اذا المفعول الغير مباشر جه بعد الفعل مباشره، قال لك ما يجيش قبله حرف جر، اما لو راح بعد المفعول المباشر لازم يجي قبله حرف الجر. الدرس كله بيعتمد على الموضوع ده، المفعول الغير مباشر جه في الاخر احط قبله حرف جر، جه بعد الفعل اشيل حرف الجر. تعالى تاني نبص على الجملة دي. احمد bought a present، a present قلنا هو المفعول المباشر، قال لي for his mother لمامته. طيب لما قال لي احمد bought his mother
قال لي طالما جاب المفعول غير المباشر الاول، قال لك لازم يشيل حرف الجر ده. فاقول احمد bought his mother a present، يعني احمد اشترى لمامته هديه. بس خلي بالك كده كده المفعول المباشر عمره ما يجي قبله حرف جر. تعال نشوف المثال التاني ده. منى lent سما a book. طبعا لو انا سالتك what did منى lent، هي سلفت ايه؟ هتقول لي she lent a book. يبقى a book ده هو المفعول المباشر. طيب to whom، لمين؟ هتقول لي to سما. يبقى سما دي هي الغير مباشر. ليه؟ لان الناس دايما بتربط مباشر وغير مباشر بالاول والاخر. لا طبعا، يعني ايه؟ ناس بتقول لك طالما جه الاول يبقى ده مباشر، طالما جه الاخر يبقى كده غير مباشر. هقول لك لا طبعا، انت تربط نفسك دايما بالسؤالين دول. هي اشترت ايه؟ هي ارسلت ايه؟ اللي ارسلته ده هو المفعول المباشر a book. طيب لمين؟ قال السما. يبقى سما ده الغير مباشر. يبقى سواء جيت في الاول او في الاخر كده كده سما الغير مباشر وابوك هو المباشر. طيب الفكره هنا، لاحظ منى lent سما. سما ده غير مباشر، لما يجي بعد الفعل اوعى تجيب قبله حرف جر. طيب لو راح الاخر هنا لازم اجيب قبله حرف جر. فقلت منى lent a book، ده المفعول المباشر اهو، ده الدايركت خلاص، وده المفعول الغير مباشر الاندايركت. لما راح في الاخر قال لي لازم اجيب قبله حرف جر، وقلنا حروف الجر اللي عندنا يا تو يا فور، يا تو يا فور. فقلت منى lent a book to سما، منى lent a book to سما. يبقى هنا كل تركيز ان شاء الله هيكون على المفعول الغير مباشر. ليه؟ لان حركته هي اللي بتحدد لي. لو المفعول الغير مباشر جه في الاخر على طول لازم اجيب قبله حرف جر، لو جه بعد الفعل مباشرة لازم اشيل حرف الجر. طب يا مستر وانا هعرف تو ولا فور ازاي؟ قال لي في certain verbs، يعني بعض الافعال كده لازم اكون حافظها وعارف هي بتاخد تو ولا فور. تعال نشوف الافعال اللي معانا دي. قال لي لو قال لي give write show hand send pay deliver read bring tell sell pass، كل ده بيجي وراه تو. اما buy get find save make call cut bring book build، كل ده بيجي معاه فور. تعال نشوف كده الترانسليشن بتاعت الافعال دي. give يعطي، write يكتب، show يظهر او يبين، hand يسلم، send يرسل، pay يدفع، deliver يسلم، read يقرأ، bring يحضر، tell يخبر، sell يبيع، pass يعني يمرر. عندنا buy يشتري، get يحضر، find يجد، save يوفر او يدخر، make يصنع، call يتصل، cut يقطع، bring يحضر، book يحجز، and build ودي معناها يبني. يبقى شكل ما قلنا ان الفكرة كلها في المفعول الغير مباشر، حركته هي اللي بتعرفني انا هجيب حرف جر ولا مش هجيب. جه في الاخر يبقى قبله حرف جر، جه بعد الفعل مباشرة يبقى لازم اشيل حرف الجر. تعالى كده نبص بتجيلي في الاختيار ازاي. يقول لي علي sent an email، وهنا يجيب لي me ولا to me ولا for me. طبعا المفعول المباشر هنا هو ايميل، لانه when I ask لما اجي اسالك what did he send، هو ارسل ايه؟ هتقول لي an email. يبقى ده المفعول المباشر، وده كده كده ما بيجيش قبله حرف جر. طيب مين اللي بيجي قبله حرف جر؟ هو المفعول الغير مباشر اللي هو me. يبقى اذا هنا طالما جه بعد الفعل قال لك كده كده ما ينفعش يجي قبله حرف جر. تاني المفعول الغير مباشر طالما جه بعد الفعل مستحيل تلاقي قبله حرف جر، فبالتالي مش هينفع اختار ولا to me ولا for me، لا انا هختار me بس، ويبقى علي sent me an email. تاني علي sent me an email. تعال نشوف الاختيار اللي بعده. علي sent an email space، ويقول لي choose اختار. قال لي هي هي نفس الجملة وهي هي نفس المعنى، ولكن ايه اللي حصل؟ قال لي المفعول الغير مباشر اللي هو انا راح الاخر، يعني راح بعد المفعول المباشر. قال لي طالما جه بعد المفعول المباشر يبقى لازم يجي قبله حرف جر. يبقى اذا هقول علي sent an email. طب المشكلة هنا هتبقى فين؟ قال لي يا ترى to me ولا for me؟ ده بيعتمد على مين؟ على كلمة send. send معناها يرسل، وsend بتاخد حرف الجر to، فبالتالي هقول send an email to me. تاني علي sent an email to me. علي sent an email to me.
يبقى تاني طالما المفعول الغير مباشر جه في الاخر يبقى لازم اجيب قبله حرف جر، فبالتالي هقول تو مي. ليه ما قلتش فور؟ عشان سنت بتاخد تو. طيب قال لي لما يجيب لي ميستيكس اخطاء هيجيب لي برضو في تو او فور، او هيجيب لي في المفعول المباشر والغير مباشر. تعال نبص كده، بقول سامي جيف تو علي ابوك، سامي جيف تو علي ابوك، انا عايز اقول سامي اعطى علي كتاب. طيب ايه الخطا هنا؟ قال لي اه والله فين المفعول المباشر؟ اكيد يبقى ابوك، لان ده الشيء اللي اداه سامي لعلي. طيب اداه لمين؟ فور هوم، تو هوم، لمين؟ قال لي تو علي. طيب علي هنا جاي بعد الفعل مباشره، يبقى ما ينفعش يجي قبله حرف جر، يبقى المفروض اقول سامي جيف علي ابوك. تاني سامي جيف علي ابوك، المفعول الغير مباشر اذا جه بعد الفعل مباشره اوعى تحط قبله حرف جر، يبقى سامي جيف علي ابوك. تعال نشوف المثال ده، بيقول لي ديد علي باي سمارت فون تو احمد، ديد علي باي سمارت فون تو احمد. هتقول لي يا مستر طب ما هي شكل ما انت بتقول اهو، ادي الفعل وادي السمارت فون، ده المفعول المباشر، وعندنا احمد المفعول الغير مباشر جه في الاخر، فبالتالي جبت قبله حرف جر. هقول لك جميل، بس لاحظ الفعل هنا يا حبايبي باي، اه طب باي بيجي معاها تو؟ قال لك لا، باي بيجي معاها فور، فبالتالي هقول ديد علي باي سمارت فون فور احمد. تاني ديد علي باي سمارت فون فور احمد. طيب في الرايت يا مستر هتجيلي ازاي؟ قال لي في الرايت الموضوع بسيط جدا، هو بيجيب لك المفعول الغير مباشر ويحركه، يقول لك هاته بعد الفعل او وديه بعد المفعول المباشر، الموضوع كله يشيل حرف الجر يجيب حرف الجر. تعال نشوف المثال ده، بيقول لي father gave me a present. تاني father gave me a present، يعني بابا ادالي هديه. لو انا سالتك فين المفعول المباشر هتقول لي present، لان لو سالتك what did father give you هتقول لي he gave me a present. طيب لو قلت لك for whom did father give the present هتقول لي to me. طيب هنا جايب لي مي وبقول استعمل to me، يبقى الموضوع عشان اجيب to، يعني عشان اجيب حرف الجر قبل المفعول الغير مباشر يبقى لازم انقله بعد المفعول المباشر، يبقى اذا هقول father gave a present to me، father gave a present to me، يبقى عشان اجيب حرف جر قبل المفعول الغير مباشر لازم انقله بعد المفعول المباشر. تاني father gave a present to me. تعال نشوف المثال التاني، هو الموضوع انه يعكس بس مش اكتر، يعني بيقول لي mother baked a cake for my father، ماما خبزت كيكه لبابا، ويجي يقول لي استعمل لي baked my father، يعني ايه يا مستر؟ هقول ماما خبزت بابا؟ لا، هي برضو خبزت لبابا، بس الفرق لما يجيب لي المفعول الغير مباشر بعد الفعل مباشرة ما ينفعش اجيب حرف جر، فالفكرة لما هبدل لازم اشيل حرف الجر، فاذا هقول mother baked my father a cake، mother اللي هي الام baked my father، وهنا baked my father مش معناها خبزت بابا، لا هي معناها خبزت لبابا، بس بابا لانه مفعول غير مباشر وجه بعد الفعل مباشرة ما ينفعش اجيب قبله preposition، ما ينفعش اجيب قبله حرف جر، فعشان كده قلت mother baked my father a cake، ماما خبزت لبابا كيكة. يبقى الفكرة كلها فين؟ قال لي في المفعول الغير مباشر اللي هو بسأل عنه بإيه؟ بسأل عنه ب to whom or for whom. المفعول الغير مباشر ده بيجي قبله حرف جر إمتى؟ قال لي لما يجي بعد المفعول المباشر، يتشال من قبله حرف الجر إمتى؟ إذا جه بعد الفعل مباشرة. تعالوا بقى نطبق الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر ونشوف الحلول هتكون إزاي. تعالوا مع بعض كده نشوف حلول جيم، page 180 صفحة 180، بيقول لي علي sent an email، طبعا بيقول لي المفروض ان علي ارسل لي ايميل، طيب يا ترى الايميل ده هو المفعول المباشر غير المباشر؟ طبعا ايميل ده المفعول المباشر. طيب المفعول غير مباشر قلنا اللي بسأل عنه to whom or for whom، لمين؟ هو المفروض ان هو ارسل لي ايميل، بس المفعول الغير مباشر هنا هو اللي جه بعد الفعل مباشرة، وقلنا إذا المفعول الغير مباشر جه بعد الفعل مباشرة اوعى تجيب قبله حرف جر، فبالتالي هقول علي sent me، علي sent me an email. number two بيقول لي I gave the pen،
he needed. I gave the pen he needed. نفس الكلام أنا أعطيت القلم لزميلي. طيب إذا زميلي ده هو المفعول الغير مباشر. طب هو جه بعد الفعل مباشرة يبقى ما ينفعش أبدا إن أنا أجيب قبله حرف جر، فبالتالي هقول I gave my friend the pen. I gave my friend the pen. اللي بعدها بقول له I gave A the message. I gave A the message. طبعا نفس الكلام المسج هي المباشر، وطبعا أختي هي الغير مباشر، فبالتالي ما ينفعش أجيب قبلها حرف جر طالما هي اللي جيت ورا الفعل مباشرة، فهقول I gave my sister the message. I gave my sister the message. طيب تعال نشوف number four. بقول she gave a cookie the child. She gave a cookie the child. طبعا a cookie هنا هو المفعول المباشر عادي جدا كده كده ما بيجيش قبله حرف جر. المفعول الغير مباشر هو the child جه في الآخر أو بعد المفعول المباشر، يبقى لازم أجيب قبله حرف جر. يبقى لازم أخلي بالي يا ترى gave تاخد to ولا for. يبقى gave تاخد to، فإذا هقول she gave a cookie to the child. She gave a cookie to the child. اللي بعدها number 5 بيقول له why did you buy those things؟ ليه أنت اشتريت هذه الأشياء؟ طبعا له هنا المفعول ده غير مباشر وجاي في الاخر، يبقى المفروض اجيب قبله حرف جر، وباي بتاخد حرف الجر فور، فبالتالي هقول why did you buy those things for him for him. تعال نشوف نمبر 6 بيقول I saw playing. I saw playing. طبعا هنا المفروض ان انا بقول انا شفته بيلعب، فالمفروض اقول I saw him. I saw him يعني انا شفته بيلعب. اللي بعدها بيقول I lent a بسملة. I lent a بسملة. طبعا هنا بنسل هو المفعول المباشر. طيب بنسل ده المفعول المباشر معناه ان بسملة المفعول غير مباشر جه في الاخر، يبقى لازم اجيب قبله حرف جر. فاذا هقول a pencil عادي بس لازم اقول to، يبقى I lent a pencil to بسملة. اللي بعدها he is writing. he is writing يعني هو يكتب. يا ترى هقول a letter for his parents ولا a letter his parents ولا his parents for a letter ولا to his parents a letter. قلنا يا جماعة لازم احدد هنا مين المباشر ومين غير المباشر. المباشر هو letter لان هو ده الشيء اللي انا كتبته. he is writing a letter. طيب الغير مباشر هو his parents. قلنا عشان الغير مباشر يجي في الاخر بيجيب قبله حرف جر، فبالتالي هقول he is writing a letter for his parents. he is writing a letter for his parents. طب يا مصر ما ينفعش اقول his parents for a letter. طبعا غلط لان المفعول المباشر ما بيجيش قبله حرف جر. طب ما ينفعش اقول a letter his parents. قلنا لا طبعا لان المفعول الغير مباشر لو جه في الاخر لازم يجي قبله حرف جر. طب ما ينفعش اقول to his parents a letter. هقول لا طبعا لان المفعول الغير مباشر اذا جه بعد الفعل ما ينفعش اجيب قبله حرف جر. اللي بعدها بيقول لي my father doesn't drink coffee. coffee here is بيقول لي ان بابا ما بيشربش قهوه. طيب كوفي بقى هنا القهوة هنا يا ترى subject فاعل ولا verb فعل ولا direct object يعني مفعول مباشر ولا an indirect object. لو انا سألتك what doesn't your father drink هتقول لي he doesn't drink coffee. يبقى اذا كوفي هنا بقول عليها direct object يعني مفعول مباشر. اللي بعدها بقول لي choose the sentence that doesn't have a transitive verb. يعني ما فيهاش فعل متعدي، يعني الفعل اللي فيها ما بيجيش وراه مفعول. She cut the cake. حولك لا طبعا لان the cake هنا المفعول، يبقى اذا cut فعل متعدي. طارق تليفوند بودي. طبعا حولك برضو غلط لان بودي هنا هو المفعول. طيب they climbed the hill. حولك برضو غلط لان climb جي وراها المفعول اللي هو the hill. يبقى ما فيش غير بسملة تليفون توداي. بسملة تليفون توداي يعني بسملة اتصلت النهاردة لان مفيش ورا الفعل ده مفعول. طيب تعال نشوف الرايت بتاعنا. بيقول grandmother baked him a cake يعني الجدة خبزت له كيكة. طبعا قلنا هي الفكرة كلها هي تحريك المفعول الغير مباشر. لو جه بعد الفعل ما جيبش قبله حرف جر، عشان اجيب حرف الجر يبقى لازم اوديه بعد المفعول المباشر. هو عايز استعمل فور، فاذا هقول grand mother baked، بعدين اجيب المفعول المباشر اللي هو a cake عشان اجيب المفعول غير مباشر قبله for him. but grandmother baked a cake for him. طب تعال نشوف number 2. بقول my father bought me a smartphone. وبقول استعمل for me يعني معناها ان عايزين ان المفعول الغير مباشر ده بعد المفعول المباشر، فاذا هقول my father bought a smartphone for me.
عشان اجيب المفعول المباشر قبله حرف جر لازم احطه بعد المفعول المباشر، عشان اجيب المفعول الغير مباشر قبله حرف جر لازم احطه بعد المفعول المباشر. نمبر 3 احمد gave me a present واللي استعملته نفس الفكره. يبقى اذا هعمل عمليه تبديل بين المفعول المباشر والغير مباشر واجيب تو قبل الغير مباشر، فهقول احمد gave a present to me. احمد gave a present to me. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي did you buy me a smartphone؟ هل انت اشتريت لي هاتف ذكي؟ طبعا هنا بيقول استعمل 4 يبقى اذا لازم اقلب واحط حرف الجر قبل المفعول الغير مباشر. يبقى اذا هقول did you buy a smartphone for me؟ did you buy a smartphone for me؟ طب اللي بعدها بقول I showed the report to the manager، يعني انا وريت التقرير للمدير. بقول showed the manager، هل انا وريت المدير؟ قال لي ايوه. هقول انا وريت المدير التقرير او وريت التقرير للمدير، وطالما جاب لي المفعول الغير مباشر بعد الفعل يبقى شال حرف الجر. يبقى اذا كل اللي هيحصل هيتشال حرف الجر وبدل المفعول المباشر مع المفعول الغير مباشر. فاذا هقول I showed the manager the report. I showed the manager the report. اللي بعدها بيقول لي the children brought their mother some flowers، يعني الأطفال جابوا لمامتهم بعض الزهور. بيقول لي استعمل for، معنى نقول استعمل for يبقى عايز ينقل المفعول الغير مباشر بعد المفعول المباشر. فإذا هقول the children اللي هم الأطفال brought جلبوا some flowers بعض الزهور، وطالما هجيب حرف الجر for يبقى إذا المفعول غير مباشر هيجي الآخر، فأقول for لي their mother. their mother يعني لمامتهم. طيب تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي سمير bought me a present on my birthday، يعني سمير اشترى لي هدية في عيد ميلادي. طبعا المفعول الغير مباشر هو مي والمفعول المباشر هو a present. قلت لكم يا جماعة الناس بتلخبط لأن بتفكر إن المفعول المباشر اللي جاي في الأول والغير مباشر اللي جاي في الآخر. لا طبعا الموضوع مش كده خالص. إن المفعول المباشر اللي أنا بسأل عنه bought، المفعول الغير مباشر اللي أنا بسأل عنه for whom or to whom. طيب سمير bought me a present on my birthday، عايز استعمل for يبقى كل الموضوع اللي أنا هجيب المفعول الغير مباشر بعد المفعول المباشر. فإذا هقول سمير bought a present يعني اشترى هدية for me ليا on my birthday، يعني اشترى ليا هدية في عيد ميلادي. تعال مع بعض يلا نشوف التمارين الخاصة بكتاب المعاصر. نمبر 1 بيقول لي سمير بوت ا بريزنت. طبعا هنا يا ترى هقول مي ولا فور مي ولا ماين ولا تو مي. طبعا ا بريزنت ده المفعول المباشر، يبقى اذا المفعول الغير مباشر هيجي في الاخر يبقى لازم اجيب قبله حرف جر. طب بوت بتاخد تو ولا فور؟ هقول لك فور، فعشان كده هقول سمير بوت ا بريزنت فور مي. اللي بعدها بيقول لي ديد يو باي اي ذات سمارت فون. ديد يو باي اي ذات سمارت فون، انا عايز اقول هل اشتريت ليا، وطالما بجيب لمين يبقى ده المفعول الغير مباشر. طب المفعول الغير مباشر جاي بعد الفعل، اوعى تجيب قبله حرف جر، فبالتالي هقول did you buy her. did you buy her، اوعى تقول for her ولا to her. اللي بعدها نمبر 3 بيقول would you like me to make a cup of tea. طبعا عايزني اعمل لك انت كوبايه شاي. طب اعمل لمين؟ ليك. يبقى ده المفعول الغير مباشر. طالما مفعول غير مباشر وجي بعد الفعل مباشره ما اجيبش قبله حرف جر، فبالتالي هقول to make you. to make you. اللي بعدها بيقول لاحمد sent an email. برضه هنا المفعول الغير مباشر ولا جاي بعد الفعل، اوعى تجيب قبله حرف جر، فهقول sent me an email. sent me an email. he gave a the message. he gave a the message. برضه هنا المفعول غير مباشر اللي جه الاول، فبالتالي اوعى تجيب قبله حرف جر. فاذا هقول he gave his father his brother sorry a message. he gave his brother a message. number 6 بيقول they asked a difficult question. طبعا هم سالوها. سالوا مين؟ سالوها هي. يبقى they asked her. they asked her a difficult question. اوعى تقول they asked to her a difficult question.
هاريز عليز بوك كان يو طبعا ده كتاب علي عايز اقول ممكن تدهوله طيب اذا لو قلت give it يبقى لازم اقول to him ليه لان لو جبت it ادي دي عايدة على الكتاب يعني عايدة على المفعول المباشر يبقى give it him هقول لك غلط طبعا طب give it to him هقول لك ايوه هي دي الاجابة الصحيحة يبقى can you give it to him هنا المفعول غير مباشر جه في الاخر وقابله to طيب ما ينفعش اقول give it for him هقول لك لا give تاخد to اللي بعدها بيقول لي the teacher rewarded the boys يعني كافئ الاولاد he rewarded ايه will طبعا هنا انا بجيب المفعول بتاعي اللي عايد على البويز يبقى rewarded them طبعا ضمير المفعول يبقى them على نشوف نمبر 9 بيقول لي my brother told a nice story يعني اخبرنا او اخبرني بقصة جميلة طبعا هنا nice story هو المفعول المباشر يبقى اذا مي انا المفعول الغير مباشر يبقى لازم يجي قبلي حرف جر يبقى لازم اقول to me to me اللي بعدها بيقول لي سلمى sent a letter طبعا هنا الاخت هي المفعول الغير مباشر فبالتالي طالما جه بعد الفعل مباشرة اوعى تجيب قبله حرف جر فهقول sent her sister a letter اللي بعدها بيقول لي he showed his house Amy he showed his house Amy طبعا هو وراني بس انا المفعول الغير مباشر وجيت بعد المفعول المباشر يبقى لازم يجي حرف جر يبقى he showed his house to me showed his house to me اللي بعدها بيقول I gave my mother the message بيقول لي استعمل لي to كل الموضوع هو عملية تبديل فقط لا غير وحط حرف الجر فاذا هقول I gave The message to my mother كل الموضوع حطيت المفعول غير المباشر في الآخر وحطيت قبله حرف الجر اللي بعدها بيقول لي The owner sold the house to أحمد بيقول لي sold أحمد طب يا ترى هو معناها باع أحمد؟ لا طبعا هو برضو باع لأحمد بس الوضع إن بيحط المفعول الغير مباشر بعد الفعل فبيشيل حرف الجر يعني تو خلاص هتروح فبالتالي هقول the owner sold أحمد the house the next my father bought me a smartphone يعني بابا اشترى لي هاتف ذكي طبعا بيقول لي استعمل for me اهو هروح جاي ناقل مي هناك وحاطط قبلها حرف الجر فهقول my Father bought a smartphone for me. And the next, I sent the manager the final report. يعني أنا بعت للمدير التقرير النهائي. بقول استعمل the final report. طبعا هنا في حاجتين اتنين. أول حاجة إن أنا هبدأ بthe final report. طب ليه مثلا هبدأ بيها لأن الـT هنا capital. طيب معنى ان انا ابدا بالمفعول اي واحد من الاثنين اي مفعول من مفعولين يعني هبدا الجمله مجهول يبقى اذا هنا هو بيضرب عصفورين بحجر بيبني مجهول وبيحول المفعول الغير مباشر للاخر فبالتالي بيجيب قبله حرف جر فهقول the final report يعني التقرير النهائي طب سنت ده ماضي بسيط فبالتالي was اول والتصريف الثالث هقول the final report was sent طب هنا المفعول الغير مباشر جه في الاخر يبقى لازم اقول was sent to the manager يعني ارسل الى المدير نمبر 5 بيقول لي I like the present you bought your mother طبعا انا حابب الهديه اللي انت اشتريتها لمامتك بيقول لي استعمل for هنا عادي جدا ان انا ممكن اجيب for قبل your mother لان present كافي الجمله الاولى لان اصل الجمله I like the present I like the present which you bought for your mother فعادي جدا هقول I like the present you bought for your mother I like the present you bought for your mother اللي بعدها بقول the class brought Mrs. Mona some flowers بقول استعمل for Mrs. Mona طبعا كل الموضوع هنقل Mrs. Mona للآخر بعد المفعول المباشر وبعدين أحط حرف الجر فإذا هقول the class الفصل bought اشترى some flowers
بعد الظهور for Mrs. منى. The next أشرف لنت أيمن his pen. طبعا بقول استعمل to، هي نفس الفكرة اهو، هروح أودي أيمن الآخر وأحط قبله حرف الجر، فإذا هقول أشرف lent his pen to أيمن. The next ألاء saves his sons a lot of money، يعني بيدخر لولاده فلوس كتير. طبعا بقول لي استعمل for، فبرضه هي نفس الفكرة، هاد his sons في الآخر وأحط قبلها for، فإذا هقول ألاء saves a lot of money، كثير من الأموال، all for his sons، لأبنائه، for his sons لأبنائه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا شير لكل زمايلك إن شاء الله عشان الكل يستفيد، وانتظرونا في باقي الجرامر إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. Goodbye. السلام عليكم.